في مركز أنا قلب ناظر الدفاع. الكاميرا ولا ناظرك انا؟ براحتك. طيب في مركز قلب الدفاع من الافضل، جون تيري ولا ريو فردناند؟ جون تيري. المهاجم الافضل في البريمير ليج، تير هنري او ديدي دروغبا؟ مشكله قلت دروغبا بيقول هذا شو يساوي. اختيارك اختيارك وعندنا وقت. اعتقد تيري هنري من حيث المهاره، من حيث ممتاز. المتعه في الاداء بشكل لاعب الوسط الافضل، لامبارد ام جيرارد؟ لامبارد. كإنجاز من الأفضل، دوري رياض محرز مع ليستر أم دوري محمد صلاح مع ليفربول؟ رياض محرز مع ليستر. المدرب الأفضل، غوارديولا أم كلوب؟ كلوب. المعلق الأفضل، عصام الشوالي أم حفيظ الدراجي؟ لا يا كابتن هذا ملعب هذا. لا والله اثنينهم زملاء اعزاء اعتزل. نعم والكثير جاوب والله وافضليه نسبيه بسيطه، وانت قبلت التحدي مع مشاهدينا الكرام. اعتز فيه. نعم كلنا نعتز فيهم، كل واحد هم من النخبه. من النخبه. اي من النخبه يعني للامانه. للامانه في عندي وقت ولازم تحدد شيء بسيط نسبي. كل واحد فيهم له نسبي. نعم له كاريزما ولا حضوره. له كاريزما ولا حضوره ولا تالق ولا مدرسه ونجوم مدرسه من صح. تحدد ما بين عصام الشوالي او حفيظ الدراجي؟ مصر يعني. نعم الاثنينهم للامانه. لا اذا بنقول لك لازم لا الله الله لان الكثير جاوب. الاخضر البريش جاوب، علي سعيد الكعبي جاوب، الكثيرين جاوبوا. لا تحرجني الان. سؤال هذا الاجابه وانت قبلت التحدي. حفيظ الدراجي. المراسل الأفضل بالنسبة لك، أشرف بن عياد أم حسين ياسين؟ لا إله إلا الله. وين رايح يا كابتن؟ والله زملاء أعزاء طبعاً. يعني بصراحة اثنين طبعاً كلهم مميزين. أعتز بالعمل كلهم مميزين. شيء بسيط يعني نسبي. تشرفت بالعمل معهما. نعم. والاقتراب منهما. نعم. خاصة في اليورو الأخير. نعم الفقرة ما فيها شرح أبو بوتين. بعدين نعطيك تختار أشرف بن عياد أم حسين ياسين؟ أستغفر الله العظيم. والله اثنينهم يا شباب شيء بسيط كلهم مميزين. طيب هذولاك اوكي. نعم معلقين هذول من زملاء مراسلين. لأنك غبلت. هي مراسلين شيء بسيط نسبي من 99 الى 100%. اثنينهم اشرف بن عياد وحسين ياسين. لازم تسمي اسم يعني؟ اي استغفر الله العظيم. يعني اشرف بن عياد اعتز به بس لا بما انه الان خارج منظومه تختار سبورتس سأختار حسين. حسين ياسين. كمحلل من يغن عليك أكثر، محمد أبو تريكة أم الدكتور طارق؟ وأشرف يعرف معزته عندي بعد. نعم نعم. ايه؟ كمحلل من يغن عليك أكثر، محمد أبو تريكة أم الدكتور طارق الجاهمة؟ أنا ممكن أعترض على الأسئلة هذه ولا إيش؟ لا هذا من السهل. إلى الآن سهل. كلهم والله متعة بالنسبة لي من متعة. أفضل محللين متعة. الوطن العربي للأمانة يعني كل محلل بوتريكا أستاذ كبير والدكتور طارق الجلاهمة أستاذ كبير. من يقنعك أكثر؟ دكتور طارق الجلاهمة أحترمه جدا وأقدر من المحللين اللي يسمع لهم. نعم. يسمع لهم. لكن أنا بطبعي بشكل عام لاعب كرة القدم اللي استمر لي ربما اثنينهم لاعبين طبعا اثنينهم قدموا أداء لافت. بتروح معه تريكا. افضل مقدم استديو الاخضر بالريش ام هشام الخلصي؟ اثنينهم يا كابتن اثنينهم. اخر سؤال. لا تورطني. اخر سؤال. كل يعني انا ممكن كل واحد فيكم قال لي الاخضر بالريش ام هشام الخلصي. يعني كل احترام للزميلين العزيزين وكل الزملاء اللي نعم اللي نعم نعم راح اعطيك التبرير بعد ما تنتهي. ممكن انا بعدين. طيب يعني ال ايش رايك يا سهيل؟ لا لا سهيل برا ابو تميم الاخضر بالريش ام هشام الخلصي؟ لا انا ممكن اقول الاخضر لانه يقرب الخضره. طيب الاخضر بالريش. شكرا لك انتهت فقره